اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حلقات سفر الخير. اليوم الشباب بادين مشروع جديد وبهمه عاليه، خلونا نتابع. هذا البئر بئر قديم جدا ما يقارب 20 عاما، كان يشرب منه سكان كيبتنغا، والان هو معطل وبحاجه الى عرش الاصلاح ان امكن ذلك، وهو خير للمنطقه من حيث يشرب منه السكان ويسقون وكذلك حيواناتهم يعني او بهائم. استاذ محمد، الان احنا في منطقه تيواكا، قريه تيواكا. أيوة. الذين هم الان في استقبالكم. نعم. لانهم سرروا جدا بشكل صراحه غير منتظر منهم، لكن تركوا حقولهم وجاءوا للوقوف عن كثب على صيانة مشروعهم المتعطل منذ أكثر من سنة. إن شاء الله نتعرف عليهم ونسألهم. يا أهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخوكم عبد الله زيارة من شباب سفاري الخير تبع جمعية قطر الخيرية، وإحنا جايين هنا لنتعرف عليكم ونشوف شنو احتياجاتكم. المشكلة اللي الآن المسؤول عن هذه القرية وعن البئر يقول في بعض المرات رغم المحاولات المتكررة علشان يجد الماء، مع الأسف ما يجد ولا قطرة واحدة من الماء. بعض المرات يدوله جركن بتاع 5 إلى 10 لتر. فإيش المشكلة بالضبط؟ كي لو بروبليم إكزاكتومون؟ سي كوا؟ يقول أنه كثرة المستعملين لهذا البئر جعلته أنه يتعطل. في عدد كثير، لكن البئر الوحيدة اللي يستفيدون منها هو هذه الموجودة في القرية. في كثرة الاستعمال هي اللي أضاعت البئر. كم عدد اللي يستخدمونه في السابق كان؟ الآن يتعجب لأنه طرحنا عليه سؤال هام، كم من واحد يستعمل؟ هو أصلا ما يقدر يعطيك عدد لأنه أكثر من عدد كبير يعني. عدد كبير. حاليا هم من أين يحضرون الماء؟ يذهبون يا أخوان إلى قرى أخرى للاستفادة والتزود بالماء. 4 كيلومترات يا أخوان، في نساء حوامل، في شباب لا بد يذهب إلى المدرسة، في عجائز ما يقدرون يتحملون أنهم يذهبون إلى 4 كيلو للاستفادة والتزود بالماء. كم عدد تقريبا المستفيدين اللي هنا يعني الموجود في القرية؟ في القرية يتجاوز العدد يا أخوان 300 شخص، وكمعدل نسبي عادي 200 نفر لكل بئر. إذا تجاوزوا ب 50% العدد المفترض لكل بئر توازي. شباب، مثل ما شفنا وتعرفنا على أهالي القرية في قرية تيواكا، ودخلنا معاهم وسألناهم عن احتياجاتهم في بالنسبة للبئر المعطلة. فالآن نحط البطاقة الفنية للمشروع ابتداء من اسم المشروع، وهو صيانة بئر ارتوازي معطلة. فنشوف أول شيء اسم المشروع، ثاني شيء مكان المشروع، قلنا قرية تيواكا. الهدف، العدد المستفيدين من هاي المشروع، قلنا كم شباب؟ 300 شخص من أهالي القرية. القطاع اللي بيكون فيه قطاع المشروع عبارة قطاع المياه والإصحاح للمياه. الهدف العام من المشروع هذا هو توفير مياه صالحة لأهالي المنطقة، صالحة للشرب. الزمن اللي بنقوم فيه لتنفيذ هاي المشروع يوم واحد بعد ما يتم معرفة تكلفة المعدات، بعد ما ننزل السوق ونسأل التجار عن تكلفة. إيش أسباب العطل اللي فيها؟ أسباب العطل مثل ما ذكروا لنا الأهالي، كثر شو اسمه الاستخدام، الضغط عليه، سوء الاستخدام، سوء الاستخدام اللي كانوا يستخدمونه في السابق، وأيضا جودة الجهاز أو المطخة القديمة كانت مش عالية الجودة. التمويل بيكون من
من أي جهة؟ الخيرية. من جمعية غطا الخيرية والتنفيذ شباب سفاري الخير. نتائج. النتائج اللي ممكن نتوقعها من بعد ما نسوي صيانة للمشروع ونحط المضخة الجديدة تخدم أهالي المنطقة، توفر لهم المياه الصالحة للشرب، أيضا تمنع النزاع بينهم وبين القرى المجاورة، لأن حاليا البئر والمضخة معطلة فيضطرون للذهاب للقرى المجاورة لمشاركتهم في المياه اللي موجودة عندهم. طريقة التنفيذ بتكون إن شاء الله ننزل السوق بعد شوي نشوف الأسعار الموجودة في السوق ونشتري المضخة الخاصة بالبئر. نتعاقد مع طريقة تركيب المضخة إن شاء الله بنتعاقد مع مقاول لتنفيذ هذه المضخة وتركيبها وتجهيزها للاستخدام إن شاء الله. ها الهمة عالية إن شاء الله. عالية. إن شاء الله. بعد. إن شاء الله. Par rapport au type de pompe que vous avez à votre disposition. هذا نموذج بشكل البومب اللي هم بيبيعونه. أوريجينال سماركت إيش نوعه؟ نحاس ولا ألمنيوم ولا كل شيء. شيش دونك la matière où fabriquer donc les pompes. Est-ce que c'est donc de fer de inox. Inox. البوم كومبليس عن إنوكس. نوعية حديثة جيدة. نعم جيدة. النوع اللي يبيعونه هو نوع إنوكس. هذه المضخة اللي سواعد الخير يشترونها من التاجر. صبر. علشان ما تكون يعني قابلة للصد. كم سنة بتعطينا عليها؟ جيدة. تخدم. سنوات. أحسن من الكونت. يقول لك إنه ماركة إنوكس ممكن تعيش 20 سنة. بس كم سنة هو بيعطينا؟ Okay, vous demande pour vous si vous avez vendu une pompe à ces messieurs là, combien de temps vous le donnez comme garantie؟ سنة واحدة كضمان. ضمان وصيانة. نعم. كم سعر هذه الإنوكس هذه؟ Le prix de ce type de pompe inox. Si inox un inox complet, ça fait 400 francs. بما يعادل سعر هذه المضخة إذا ما يعادل حوالي 950. شباب تعلموا. إذا كنتم أخذتم عدد 20 مضخة هندي يعني تاجر أحسبها بالملي. خلنا نشوف شو. ما يعني هذا نوع يعني عشان تجدوا شوي. هاي يعني عمل خير ولا عمل خير؟ خليك إنه السعر اللي وداكم هو سعر تفضيلي مقرر معه في السوق. حصلنا 900 بيعطينا 900. سيورينا يعطينا الاصل المضخه نموذج من المضخه الكمبريسر اللي براني كبر تشوفوه ما شاء الله عليه من النوعيه الجيده. طبعا هذه اخر خطوه الا وهي معاينه المضخه علشان يقررون الشباب ياخذونها ولا ما ياخذونها. بس نتوقع الهندي هالمره لا هذا صح. اللي احنا شلناها شلون كان نوعها؟ هذه احسن. هذه اللي شلناها شنو كان نوعها تذكر؟ لا ما اذكر والله. بطلناها كانت نحاس. هذه المنيوم هذه جودتها اكثر. وانت ب 20 سنه قدام ما تصدي ان شاء الله. ها ايش رايكم؟ توكل على الله. توكل؟ توكل. خلاص توكل على الله. خلص معاه. ان شاء الله. تم الصفقة. نقول لشباب مبروكين أحسن العمل حتى الوقت اللي أخذوه وقت بسيط. ميرسي بوكو. ميرسي. على بروشين. يلا شباب.
عبد الرحمن مرحبا. بس قبل ما ابدا شمس عطني الكاب عشان اضبطك في اللقاء. حلو. ايش تسوون؟ اسمع صوت وازعاج وحديد واناشيد. والله مثل ما تشوف الشباب يرضى الله يجيبهم يعطيهم العافيه. احنا جايين هنا نسوي صيانه للمضخه. ايه المضخه هذه اللي كانت موجوده شلناها قبل شوي، كانت قديمه جدا ومن النحاس وما كانت صحيه ابدا. طيب شلتوا النحاس والمضخه القديمه، شو البديل؟ جبنا مضخه جديده المنيوم تكون صحيه وتكون تكون مده اطول من هذه المضخه. كم يبي لكم وقت؟ والله يا شباب انت ملهمه يعني؟ احنا همتنا عاليه نشوفها نص ساعه. نص ساعه الى ساعه. شوف المغاول ياخذ ثلاث ساعات يوم، احنا ناخذ نص ساعه. الفريق الثاني ترى شغالين ما بيعلم، خلي مفاجاه لكن شد حيلكم. ما في حياتي يا حبيبي. اتمنى لكم التوفيق. الهمه كيف؟ عاليه. قويه وحلوه. زيد 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 هنا. خلكم شغالين خلكم شغالين. احمد السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. يعطيكم العافيه. قواكم الله. اوه والبيب طاح. يعطيكم العافيه. ان شاء الله باقي لكم ربع ساعه لازم ننجز نمشي ان شاء الله تكونوا جاهزين الوقت يا شباب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ كورة يا مسلم. 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 السلام عليكم. كورة يا مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحن نشكر الله وفقكم الله جزاكم الله خيرا. ونحن نشكر يعني مجيء الى هنا وشكرنا بهالمسافه الطويله اللي يعني تعنا فيها وجاء لنا يعني. عليكم الله ديار المسالمين بقدره الله. امين ان شاء الله. ان شاء الله هذا المشروع يخدم جميع اهل المنطقه ان شاء الله واهل القريه ان شاء الله. ما يقارب 20 عاما هذا البئر تم انجاز هذا تنفيذ هذا المشروع. ما يقارب 20 عاما. لا هنسين متى يوم دبي عشان ما نتيجه حاليا هو معطل ما يقارب عامين. تعطل في المره الاولى فقام باصلاح ملك القريه ولكن هذا العطل المره الثانيه فهذا حظهم اليوم ايضا. هذه هديه رمزيه من ملك القريه الى ضيوفه الكرام ان شاء الله. هذا ايوه ان شاء الله. يقول بانه ليس عنده ما يقدم اليكم ولكن مهما يكون كملك لابد ان يقدم اليكم هديه رمزيه. احنا نشكره على هذه الهديه. نعم. من جانبهم افضل ما لديهم ان شاء الله. نكون عند حسن الظن ان شاء الله وجزاكم الله خير ونتمنى له الصحه والعافيه والمشروع كنت وين اقول لي وين وين يحيى رحمي ابو وين اخوي لافي وان هذا البئر يستفيدون من الجميع ان شاء الله. اعزائي المشاهدين مثل ما شفنا ان هاي البئر متعطل من سنتين واهالي القريه محتاجين مثل هذه الابار ليستفيدون منها للمياه ولرعي الاغنام. فعشر آلاف ريال قطري لمساعدة أخواننا في بوركينا فاسو لعمل وصيانة مثل هاي الأبار الارتوازية. وإن شاء الله مو بغريبة على أهل قطر أن يتبرعون في مثل هاي الأبار الارتوازية بقيمة 10,000 ريال. مشاهدين الكرام وصلنا إلى سؤال سفارة الخير لهذه الحلقة. لكن قبل السؤال أنا من كثر ما الشباب شغالين في صيانة البير صراحة حسيت بالعطش وحول العطش هو سؤال حلقتنا اليوم. شو الفرق بين البير الارتوازي والبير السطحي وأي واحد أفود للناس؟